بعد زوز مواسم من برنامج زعمة ضمن مشروع صناع الرأي، شاركوا فيه 30 شاب وشابة وناقشوا خلالها عديد المواضيع اقتصادية سياسية واجتماعية اللي تهم حياة التوانسة في علاقة بالشأن العام، بمشاركة ضيوف من صناع القرار ومسؤولين وخبراء. مبادرة مناظرة ترجع في موسم جديد بالبرنامج الأول للمناظرات في تونس، زعمة زعمة كل نهار أربعة مع إلياس الغربي، بداية من 9 متاع الليل في بث موحد على عدد من القنوات التلفزية والإذاعية.